ملابس ندوم اسئلته ملهاش حدود، ورده بتحاول تجاوب، وانتوا معانا تسمعوا تعيشوا مع الحكايه وتستنوا النهايه. وهو يتعلم ويفهم اللي يتقال. توتي حبيبي بتعمل ايه؟ ابدا يا ماما ورده، عمال بلون في كتاب التلوين وبتفرج على التلفزيون. طب خدي يا حبيبي كل البطاطا، انا عارفه انك بتحبها. يا ماما ده انا بحبها جدا، بس فين السكر؟ انا بحب احط عليها سكر. اهو يا حبيبي انا عارفه انك بتحبها برضو بالسكر. احلى حاجه في البطاطا يا ماما غير طعمها اللذيذ انها بتدفي جدا. وكمان دي ليها فوائد كتير قوي يا توت. زي ايه يا ماما؟ البطاطا مصدر لفيتامين بي 6 اللي بيحمي القلب، وكمان مصدر لفيتامين سي اللي بيحمينا من فيروسات البرد والانفلونزا. ده غير كمان انه بيساعد في حماية الجسم من السموم، وكمان هي مصدر لفيتامين دي المسؤول عن تقوية المناعة والصحة العامة للجسم. والبطاطا كمان بتمد الجسم بالطاقة وبتعالج الانيميا لانها غنية جدا بالحديد. يعني البطاطا فيها كل الفيتامينات دي كلها؟ ايوة، شفت بقى هي قد ايه مهمة ومفيدة؟ يا ماما وردة، ده مين اللي عارف ان عندنا بطاطا وجاي ياكلها معانا؟ دي سمسمة. ازيك يا سمسمة؟ انا كويسة يا توت، عامل ايه؟ انا كويس يا سمسمة، تعالي ادخلي احنا عاملين بطاطا. شكلك مرهقة قوي يا سمسمة، انتي لسه جاية من الشغل ولا ايه؟ يا ماما وردة، وبعد ما خلصت كنت بشتري كتاب لحد من اصحابي علشان عيد ميلاده قرب، وقلت اعدي اسلم عليكم. الله يا سمسمة، كتاب؟ يبقى لازم تقولي لي الكتاب ده فيه ايه وبيحكي عن ايه. هو صحيح كتاب يا توت، بس مش مكتوب بالطريقه العاديه. قصدك مكتوب بلغه تانية يعني؟ طب ما انا بعرف انجليزي وفرنساوي كمان. لا مش قصدي يا توت، انا اقصد انه مكتوب بطريقه برايل. يا حبيبتي، هو صاحبك ضرير؟ استنوا بس، انا مش فاهم حاجه، ايه طريقه برايل دي؟ انا هقولك يا توت، طريقه برايل دي هي طريقه كتابه اخترعها الفرنسي لويس برايل، واللي فقد نظره وهو عنده 13 سنة. اخترعها عشان يقدر المكفوفين ان هما يقروا بيها، وهي عبارة عن نقط بارزة بتكون حروف ومنها كلمات وجمل، وبيقدر الكفيف انه يقراها من خلال لمسها بأطراف صوابعه. ايه ده؟ فعلا عبارة عن نقط وهو لما يلمسها بصوابعه يقدر يقرأها كلها؟ هي توت، بص صورتها على الموبايل. دي فعلا عبارة عن نقط وهو لما يلمسها بصوابعه يقدر يقراها؟ بالظبط كده، وطبعا هي زيها زي اي طريقه كتابه، لازم الواحد يتعلمها ويتدرب عليها. كمان يا توت هي ليها يوم عالمي بيكون في اول يناير، واسمه اليوم العالمي لطريقه برايل، بيحتفل بيه العالم كله كل سنه. طب اشمعنى اختاروا يا سمسمه اول يناير؟ ليه مش اي يوم تاني؟ لانه بيوافق تاريخ ميلاد لويس برايل اللي كان سنه 1809، فاختاروا اليوم ده لتكريمه. فهمت بقى دلوقتي يا توت ايه هي طريقة برايل ومين اللي بيستخدمها؟ يا ماما وردة، بس دي حاجة صعبة جدا. طب يا ترى الناس الكفيفة بقى بيقدروا ينجحوا ويحققوا كل اللي هم عايزينه؟ طبعا يا توت، وكتير منهم بيحققوا انجازات كتير قوي ما بيقدرش غيرهم يعملوها او يوصلوا لها. كل واحد يا توت لازم يكون عنده حلم ويفضل يسعى ويحارب لحد ما يوصل لحلمه مهما كانت ظروف. طب زي مين كده؟ انا عاوز اعرفهم. اقول لك يا سيدي، زي مثلا عميد الادب العربي طه حسين. طب انا عاوز اعرف حكايته.